كيف نطلع الباينوميال سيريز لجيفن فانكشن. فنراجع مع بعض انه الباينوميال سيريز اذا في عندك فانكشن اف اوف اكس يساوي 1 زائد اكس قوى ام، كنا بقدر اطلع لي الباينوميال سيريز بالصوره التاليه: 1 زائد مجموع من كي يكوال 1 لانفينيتي يا عزيزي ام كومبايند باي كي في اكس تو ذا باور كي، شرط الانترفال اوف كونفيرجنس تكون اقل من 1. وير من مره سو وير اللي بنعرف انه ام كومبايند باي 1 از ام و ام كومبايند باي 2 از ام، في ام ناقص 1 على 2، واخذنا كمان بشكل عام ام، معلش الصوت اللي سمحت، m combined by k this is m في m minus 1 m minus 2 ln m minus k plus 1 over k factorial، شرط يكون ايش ماله k اكبر او يساوي 3 لانه هو 1 2 هي 3 طالع. واخذنا examples كيف نكتب ايش الباينوميال سيريز لجيفن فانكشن معين. هلا بدنا نستفيد من ايش؟ من باينوميال سيريز عشان نعمل ابروكسيميشن للنون اليمنتري انتجرال. سو اكتب معي ابروكسيميتنج نون اليمنتري انتجرال. كيف يعني نعمل ابروكسيميتنج لنون اليمنتري انتجرال؟ سو نجيك اكزامبلز هي الصوره. اكزامبل use series، يا اما بكتب use series او بكتب use binomial series. فبحط لك كلمة binomial بين قوسين، يعني ممكن ما تكونش موجودة ايش في جوا السؤال. so use series to approximate the following integrals with an error of magnitude less than مثلا 10 قوى ناقص 3. أول example هنشوف مع بعض التكامل التالي كيف نعمل approximation لتكامل معين بس باستخدام السيريز. use series بحيث تقرب لي هذا التكامل يطلع معك في الاخر رقم الخطا في هذا الرقم يقبل اقل من 10 قوى سالب 3. فاول سؤال مثلا كيف نعمل تكامل من 0 ل 0.1 dx على جذر 1 زائد x تربيع. سؤال هذا التكامل نسميه نون اليمنتري لانه صعب تكامله. فبستخدم السيريز اللي هي الباينوميال سيريز عشان اكتب هذا التكامل على شكل sum of infinite terms، وبعدين ايش بصير اعوض مره 0 مره 0.1. فاول حاجه كيف بدك تطبق؟ بدك تكتب الفانكشن اللي جوا التكامل بهي الصوره. فشو رايكم التكامل اللي جوا الفانكشن اللي جوا التكامل هاي 1 زائد اكس، خلينا نعملها بدل تربيع نعمل قوة 4، خلينا نعمل هاي قوة 4 عشان يطلع معك شيء ميك سنس. فإذا بتلاحظوا هاي عبارة عن شو؟ هاي تكامل من 0 ل 0.1 في 1 زائد اكس قوة 4، بس القوة كلها قديش؟ سالب نص دي اكس، صح ولا لا؟ نعم قلم، اوكي، سو هذا قلم جديد عشان هيك بدناش نستخدمه لانه الاحمر شكله بيسوي مشاكل. So this is تكامل، انا بحب الون ولكن مرات الالوان تبينش كويس. So بس طلعنا المقام لفوق تمام. فمين بقول لي هلا قديش ام سالب نص؟ تيجي تكتب السم هلا بتحط هون سالب نص و
x قوة k، مين بقول لك قديش x بتحط محلها؟ x قوة 4. فهي شو بتصفي هاي؟ هاي بتصفي تكامل من 0 ل 0.1. معلش يا جماعة خلينا نلتزم بالجو العام للمحاضرة، ركزوا معي، تلفون اوف، بديش اسمع ولا اي اس ام اس لانه بشوش، مش بس على الاستاذ، على زميلك اللي كان جنبك يمكن بيحكي لك، اذا سمحت اطفي تلفوني. هلا طلعوا لي على اللي جوا، على الفانكشن اللي جوا التكامل جاهز، بس بدك تطبق ايش؟ تكتب هلا واحد، هي واحد على القانون، زائد مجموع من كي ايكوال 1 لانفينيتي، محل ام شو بدك تحط هلا؟ هيها محل ام سالب نص، هيها سالب نص، وهي كي العداد تبعك، وبضل عندك هلا اكس قوة كي. اذا في هون اكس بتحط اكس، اذا في اكس تربيع بتحط اكس تربيع، اذا في اكس قوة 4 شو بتحط؟ اكس قوة 4 كلياته قوة كدي قوة كي، تمام. وهي بنسكر بنسكر للتكامل، هي دي اكس. وهلا بصفي عندك ايش؟ بس تعويض اول كم حد. نعم، بتحط هون واحد، انا كنت شغلت الصفر، هلا بعد الصفر بيجي الاعداد ببلش من واحد وطالع. انو كوز هاي لا، القانون للواحد، قانون للواحد. هلا اذا اثنين بتحكي اثنين تساوي واحد زائد واحد، بتحط الاكس مع الواحد بصير شيء اصعب، بتحكي اثنين تساوي واحد زائد واحد زائد اكس، فهي كمان صارت واحد زائد اكس، بتطبق على القاعدة، بس بصير الحسابات بصير اصعب شوي. تعال نعوض مع بعض تعويض مباشر. سو y يساوي التكامل اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو dx على جذر 1 زائد x قوة 4، صفى بالنهاية ايش؟ بدنا نطلع اول كم حد من هاي. سو التكامل ما بشتغل عليه هلا، بالاخر بخليه 0.1. يلا شوف هاي الحد الاول بلس، هلا بتشغل k equal 1، شو بصير عندك؟ بصير عندك سالب نص كومبايند باي 1 في x قوة 4. الحد اللي بعده شو بصير؟ ناقص نص هون 2 في اكس قوة 4 في 2 8. الحد اللي بعده سالب نص، وهي 3 في اكس قوة 4 وبيجيها 2 3 1 2 3 بصير 12 الى اخره، ومسكر الكوس وهي دي اكس. صح هيك؟ تطبيق مباشر. هلا واي يساوي، يلا هلا على القاعدة، مين بقول لي ام كومبايند باي 1 شو الجواب؟ ام، اذا شو هي جوابها؟ سالب نص، so this is ناقص نص، طلع هاي هيك ناقص نص مضروبه في اكس قوة 4. التحدي اللي بعده، هلا عندك 2 على القاعده اللي بعدها، شو بصير هاي؟ ناقص نص في ناقص نص ناقص 1 على 2 حسب القاعده، مضروبه في اكس قوة ايش؟ 8. هلا اللي بعدها شو بطلع بسرعه؟ ناقص نص في ناقص نص ناقص 1 ناقص نص ناقص 2 كل هاي على 3 فاكتوريال على ايش؟ على 3 فاكتوريال، بتحط كمان 3 نقاط وهي دي اكس. واضح؟ بدك تظبط الحسابات هلا، بصير عندك تكامل من 0.1، 1 ناقص مثلا اكس قوة 4 2، بعدين زائد، شو رايكم؟ هاي عبارة عن شو هاي؟ هاي لو كتبنا بالاحمر بيأثرش، لانه طلعوا لي على الحسابات هذول، هذول كلياتهم بيطلعوا رقم، عندك سالب نص مضروبة في سالب، هاي سالب نص في سالب 3 على 2 مضبوط؟ سالب في سالب شو بصير؟ موجب، في البسط فوق قديش في؟ 3، و2 في 2 في 2 قديش بيطلع؟ هاي 3 على 8 في اكس قوة 8، جاهز. هلا اللي بعده طلع رح يطلع معك سالب، دير بالك هون. اللي بعده رح يطلع معك سالب، نفس الشيء عندك هون. هاي جاهزة، قديش هذول طلعناهم؟
ثلاثة على أربعة. هلا بدك تضربهم في سالب اثنين ونص، سالب خمسة على اثنين، صح؟ سالب نص وسالب اثنين، سالب اثنين ونص اللي هي سالب خمسة على اثنين، فبصير ثلاثة في خمسة 15 بالسالب، هي سالب 15 على 4 في 2 8، 8 في 6 8 ضرب 6 8 ضرب 6 اوكي سو على 48 في اكس قوة قد ايه؟ 12، وهي ثلاث نقاط وسكرنا الكوس دي اكس، صح ولا مش صح؟ مضبوط يا جماعة؟ صح هيك؟ حلو. في غلط؟ هلا بدك تعمل تكامل. نشيل التكامل هلا، شو تكامل الواحد؟ اكس. هاي اكس. ناقص، شو تكامل اكس قوة أربعة؟ اكس قوة خمسة على عشرة. بعدين ايش؟ هاي ثلاثة على ثمانية. شو تكامل اكس قوة ثمانية؟ اكس قوة تسعة. ثمانية في تسعة؟ سبعين. 72 وفي هون ثلاث، صح ولا لا؟ واللي بعده نفس الاشي، بدناش بنزلناش الحد اللي هناك، نفس الاشي، وكل هذا الكلام عند 0 ل 0.1 مش مشكلة. طلع علي، ركزوا معي، ضع القلم. هلا هي عملنا التكامل، مرة بدك تعوض هلا 0.1 ناقص، مرة بدك تعوض الزيرو، بس شو رأيكم لما تعوض الزيرو كل زيرو معناته هي نفسها ايش؟ معناته التكامل اللي بتدور عليه انت من زيرو لزيرو بوينت وان دي اكس على واحد زائد اكس قوة اربعة صفى عندك ايش؟ اكس ناقص اكس قوة خمسة على عشرة بلس ثلاثة في اكس قوة تسعة على سبعين اثنين وسبعين الى اخره. كل هذا كلام بكفي عند اكس تساوي شو؟ 0.1، لانه الصفر بيصفر لك اياه، صح ولا لا؟ يعني تقدر تحط هون ناقص 0، صح؟ لما تعوض اللي فوق تحصل على هاي، ولما تعوض اللي تحت كله في اكس، ما هو بيصفر. اوكي، هلا بعتمد، هلا بدي اجي عندك ايش؟ اللي اخذناه بسطر 10. السؤال وين؟ السؤال وين اوقف لما تيجي تعوض؟ ضع القلم، ضع القلم. هذا التكامل بقدر اقربه من خلال تعويض محل اكس قد ايه؟ 0.1. تقدر تعوض ايش؟ تحكي هذا التكامل تقريبا عباره عن 0.1، بس بيكون الايرور اقل من الحد اللي بعده، متذكرين؟ حسب الثيرم اللي خلناه الترنيتنج سيريز استيميشن ثيرم. وبالتالي طلع كيف؟ ممكن تحط هون 0.1، هي عوضت محل اكس 0.1، بس بهي الحاله هي قديش التعويض بعطيك ايرور؟ هذا بعطيك ايرور أقل من القيمة المطلقة ل x قوة 5 على 10. بدك تحط السالب حطه، ما هي القيمة المطلقة بروح، فبدك تعوض هلا محل x قيمتها، فشو بيطلع الجواب؟ 0.1 قوة 5 على 10، يعني قديش بيطلع عندك؟ هاي 1 ضرب 10 قوة سالب 5، وبديك 1 من 10 من تحت، بصير هاي 10 قوة سالب شو؟ سالب 6. ضع القلم هلا. شو السؤال بقول لك؟ إذا سمحت قرب لي التكامل هي رقم واحد، بشرط لما تقربه الايرور اللي بتطلعه لازم يكون أقل من قد ايه؟ من 10 قوة ناقص 3. شو رأيكم؟ لما قربته باستخدام أول حد طلع معاك الايرور، طلع معاك الايرور هي، وهي بعطيك الايرور، طلع 10 قوة سالب 6. هل تقريبك لهذا التكامل ب 0.1 خلق لك ايرور أقل من 10 قوة سالب 3 ولا لا؟ معناته في داعي اعوض بعده ولا لا؟ فش، خلص بحكي دن، بحكي التكامل اللي بدور عليه هو عباره تقريبا، يعني بدي احط هلا هون ايش؟ ما بقدر احط يساوي، شو بدي احط هلا؟ تقريبا هو عباره عن 0.1 with error 0.1، هاي بتعطيك ايرور اقل من 10 قوة سالب 6. هلا بالنهائي هاي شو مالها هاي؟ اقل من 10 قوة قد ايه؟ سالب 3. اللي هاي في حد عنده سؤال؟ ممتاز، بدي اخذ اكزامبل ثاني شوي. اكزامبل ثاني، شوف لي هاي هلا. تكامل من 0 0.2
سؤال بحكي لك use series مزبوط. عشان هيك شايفين الكلمة هاي binomial ضع القلم. أنا قلت لك كون استخدم binomial بس بقدر أشيل هالبينوميال لأنه بالسؤال رقم واحد احتجت للبينوميال بس هون ما بحتاج للبينوميال لأنه هون شوفي عندك الإكسبوننشال وأنا بعرف الماكلورين للإكسبوننشال ولا لا. بيجي واحد يقول لي أستاذ ليش بدك تاخذ الماكلورين؟ ما هو الماكلورين هو عبارة عن تيلر عند الزيرو. الجواب لأنه طلع حدود التكامل من زيرو لوين؟ 0.2 سو هي أقرب نقطة على تقريبا بتحكي عن فترة أنت قريبة على الزيرو وبالتالي بتروح بتعوض محل الإكسبوننشال بالسالب الماكلورين لإله عند الزيرو. هذا السؤال أسهل طلع كيف؟ هي عبارة بكل بساطة هي عبارة عن تكامل من زيرو ل 0.2 هاي المقام دي اكس هاي تحت اكس صح؟ هلا احنا بنعرف مع بعض نعرف احنا الماكلورين سيريز للاكسبوننشال. هلا بتشيل الاكس بتحط محل شو؟ سالب اكس. متذكرين هاي ولا مش متذكرينها؟ مين بقول لي صح اتفقنا اي قوة اكس هو عبارة عن واحد زائد اكس اكس تربيع على اثنين فاكتوريال زائد اكس تكعيب على ثلاثة فاكتوريال الى اخره. هلا بدك تشيل الاكس وتحط محلها سالب اكس. مين بقول لي اول حد بتغير؟ اول حد ما بتغير. اللي بعده ناقص اكس. اللي بعده اكس تربيع على اثنين فاكتوريال بتغيرش. بس اللي بعده اكس تكعيب على ثلاثة فاكتوريال الى اخره. اه بس مين بقول لي في كمان حد شو هو؟ في عندك من السؤال في كمان ناقص واحد وبالتالي اخر حد شو بتعمل؟ ناقص واحد. شو رايكم باول حد واخر حد شو بصير فيهم؟ بروح السالب هاي مع الموجب. طيب هلا الحدود اللي بتضل بدك تقسم كل حد على شو؟ على اكس. فالاكس هاي لما تقسمها على اكس بصير الجواب بصير عندك تكامل من 0 ل 0.2 اول حد ماينس واحد لانه الاكس تقسيم اكس في سالب. الحد الثاني بصير عندك اكس لحالها على 2 فاكتوريال. الحد اللي بعده اكس تربيع على 3 فاكتوريال الى اخره. اه هيدي اكس. بعدين شو بدك تعمل تكامل؟ شو تكامل سالب واحد؟ سالب واحد اكس. طيب في عندي سؤال مين بقول لي ضع القلم؟ مين بقول لي شايفين السؤال اللي حلناه قبل شوي وين راح؟ اللي هون حلناه وذ الايرور صح عوضنا بس 0.1 فاول حد ضع القلم. افرض طالب بالامتحان عوض 0.1 في الحد الاول والحد الثاني وحكى الايرور اقل من الحد الثالث صح ولا غلط؟ صح. لسه بطلع معاه ايرور شو ماله؟ هون بطلع 10 قوة سالب 6 هو بطلع معاه شو؟ كثير اقل فبكون حلها ادق لسه. بس انا ايش؟ اكتفيت زي ما بدي السؤال يا طيب. حكيت له السؤال ايش؟ اعطيني انا بكتفي بايرور بطلع معك اقل من 10 قوة سالب كديه؟ 3. طيب نكمل في السؤال اللي هون. تعال تفضل كامل هلا. كامل هلا شو تكامل سالب واحد سالب اكس الحد اللي بعده اكس تربيع على اربعة اللي بعده اكس تكعيب على ثلاث في ثلاث فاكتوريال 18 الى اخره. كل هذا الكلام عند 0.1 بس اتفقنا الزيرو ما هو 0.2 بس اتفقنا انه الزيرو تحت شماله بيسفر لك كل ايش الحدود فبتقدر تكتفي بالتالي تحكي هاي واي يساوي سالب اكس مين بكل شو الحد اللي بيجي بعد هاي هون لو بيطلع كمان حد شو بيطلع معك؟
x تكعيب على 4 فاكتوريال موجب ولا سالب؟ موجب. وهي هاي الى اخره. اذا بدك تطلع كمان حد، خلينا طلعنا كمان واحد هون، وبالتالي شو تكامل x تكعيب على 4؟ هلا بصير عندك x هو 4 على 4 مضروبه في 4 فاكتوريال ناقص الى اخره، صح؟ كل هذا الكلام عند 0.2 زائد x هو 4 على 4 في 4 فاكتوريال، كل هذا الكلام بكفي هلا عند x تساوي 0.2 لان الصفر بيسفر لك كل الحدود. واضح؟ هلا السؤال وين اوقف؟ هاي اصعب حاجه. طلع مرتين حكيت معك. اصعب حاجه هلا الخطوه هاي. وين اوقف؟ لانه هون الحسابات مش سهل. فمثلا طلع اذا جيت عوضت 0.2 في اول حد شو بيطلع معك الجواب؟ بيطلع معك سالب 0.2، صح؟ بس مين بقول لي شو بيكون الايرور هون؟ بيكون الايرور هو عباره عن قديش؟ تكتبش خليك معي بس. بقبل ايرور هون قيمة مطلقة ل 0.2 تربيع على 4، احسبوا لي اياها هي. هذه 2% 4%، صح؟ هي 4 على 100 كلياتها على 4، صح ولا لا؟ فشو بيطلع الجواب؟ هذا الجواب بيطلع أكبر من 10 كوب سالب 3. حسبوا. آخر خطوة هي. شو 2 في 10 تربيع؟ 4%. قسمها على 4 هيها، طلع احسب هاي لحالك بيطلع رقم اكبر من 10 سالب 3. بقدر معناته بزبط احكي هذا التكامل اللي هون تقريبا هو 0.2 بالسالب؟ غلط، بعطيكش الايرور اللي بدك اياه. وبالتالي بعينك الله هلا بتمشي كمان حد. فلما تمشي كمان حد بيجي بحكي لحظه شوي، هاي بتزبطش معي. بيجي بحكي هاي عباره عن كمان 0.2 تربيع على 4، خلينا نوقف هون. فهي الحالة شو بيكون عندك الايرور؟ الايرور بده يكون عندك اقل من 0.2 تكعيب بالسالب قيمة مطلقة على قد ايه؟ على 18. بس احسب هاي الكمية لحالكم هلا برضه بتطلع شو مالها؟ اكبر من 10 كوب سالب 3. بزبط؟ بزبطش. فبنعمل كمان واحدة. شو بعمل؟ بيجي بحكي بدك تجرب، يعني هون الخطوة خطوة تجريب. تحكي ناقص 0.2 تكعيب على 18 بوقف. هلا هون شو بيكون الايرور؟ وير ايرور اقل او يساوي من القيمه المطلقه، هاي الايرور هون من اكس هو 4 على 4 في 4 فاكتوريال، اللي بدك تعوض 0.2 هو 4 على 4 في 4 فاكتوريال، بيطلع رقم معك زي شو؟ هذا بيعرف شو بيطلع الرقم؟ ايوه قدامك، ها بيطلع معك اشي زي شو؟ 0.2342. شو رايكم في هذا الرقم؟ شو مالكم بهذا الرقم؟ هاي اقل من 10 كوب سالب 3. هلا اذا بدك تكمل كمل، فيش مشكله. اذا واحد حب يعوض كمان هون بيطلع الايرور اقل من اللي بعده، والحق اللي بعده بعطيك ايرور لسه اقل من الرقم اللي طلع. معناته يا عزيزي هلا بدك تحسب لي التكامل. هلا شو بيجي بحكي؟ بيجي بحكي تقريبا، شايف كيف؟ التكامل اللي بندور عليه تقريبا هو عبارة عن مجموع هدول الثلاث حدود. وإذا بتطلعهم هدول بيطلع معك رقم هي هون، بدي أحط لك إياه جوا إيش؟ المستطيل اللي هو عبارة عن الرقم التالي ماينس 0.19044. إذا التكامل اللي على اللوح تقريبا هو عبارة عن سالب 0.19044 with error كديش؟ اقل من ايش؟ من 2 ب 2 ضرب 10 كوب سالب 5 اللي هو اقل من 10 كوب سالب 3. اوكي طيب هلا شو كمان اهميه السيريز؟ اهميه السيريز ايضا يا جماعه تقدر تستخدمها في النون ايش؟ approximating it or finding. Now finding undetermined forms of limit.
كيف يعني؟ example. واحد حكى لك find أو use. خلينا نحكي لك use لأنه هاي ممكن تستخدم فيها إيش تعلمناه في الزمانات. وبالتالي use use series. Use series to find the following limits. مثلا رقم واحد شو الليمت يلا شوف ضع القلم ركز معي ثواني بس سو بس تعود بدك تعود في اللي على اللوح زيرو محل اكس قديش شو رايكم في المقام بيسفر ولا بيسفرش بيسفر اذا المقام صفر طلع لي فوق على البسط ايكو والصفر قديش واحد وهي محل هذا بدك تحط محل الاكس صفر شو ضل عندك واحد واحد ناقص واحد اذا عندك صفر على صفر بقدر استخدم اللوبيتر رول ولا استخدم اللوبيتر رول اشتق فوق وتحت لما تشتق فوق وتحت شو بيطلع معك ايكو واكس ناقص واحد صح وتحت شو مشتقته 2x عوض هلا وين ما في x شو بدك تعوض؟ 0 فشو بيطلع معك؟ بتحت بصفر وفوق بصفر اشتق اخرى مره شو بيطلع معك؟ اي قوة x على شو؟ على 2 خذ الليمت لما x بتروح لل 0 فوق بصير 1 شو بيطلع الجواب؟ نص اذا انا بدي احل السؤال هلا وعارف شو الجواب قديه؟ نص بس بدك تحلها باستخدام السيريز اذا بتحل هيك بتاخذ 0 شو السؤال بقول لك؟ use series وبالتالي بدك تستخدم السيريز اوكي بدك تستخدم السيريز معناته بدك تروح على الاكسبوننشال شو تحط محله بدك تروح على الاكسبوننشال تحط الماكلورن مين بيقول لي ليش الماكلورن لانه اكس تقترب من شو طب لو اكس تقترب من واحد بدك تطلع تيلر عند الواحد في صعب ناو يساوي ليميت لما اكس تروح للزيرو هي تحت اكس تربيع يلا نكلوني مع بعض تعرفوا كلكم بتعرفوا هيو على اللوح قدامك الماكلورين للإكسبوننشال واحد إلى آخره بس في الآخر شو بدك تعمل؟ بدك تنقص آخر حدين شو هما؟ ناقص واحد زائد إكس فشو رأيك؟ واحد زائد إكس بالموجب بالسالب مع واحد زائد إكس بالموجب شو بصير فيهم؟ هدول بروحوا مع هدول وبضل عندك كل الحدود بدك تقسم كل واحد على شو هلا؟ على اكس تربيع، شوف هي شو بطلع؟ لما اكس تروح للزيرو بصير عندك واحد على اثنين زائد اكس على ثلاثة فاكتوريال زائد اكس تربيع على أربعة فاكتوريال إلى آخره. شو رأيكم؟ وين ما في اكس حط زيرو، شو بطلع الجواب؟ نص لأنه هي كله أصفار فيهم اكس هدول كلهم. فبطلع الجواب قديش؟ نص زائد زيرو زائد زيرو زائد كلياتهم زيرو فبطلع الجواب نص اللي طلعناه قبل شوي. طيب ناخذ اكزامبل شوي اصعب. لي رقم اثنين يا نشوف هاي كمان سؤال هلا هاي السؤال يا عزيزي تقدر تعمل اشتق فوق وتحت لانه على الهوبيتر رول بزبط الحل السريع بس السؤال بحكي لك use series اذا بتطلع هون شو تاني انفرس للزيرو زيرو زيرو ناقص زيرو زيرو تحت زيرو فبدك تشتق بس لانه use series فبدك تروح تكبر عارف شو السيريز للمين
لتان انفرس. شو تايلر لتان انفرس عند الزيرو؟ يعني شو الماكلورين لتان انفرس؟ هو نفس الساين بس بدون ايش؟ بدون فاكتوريال. حكيناها في الزمانات بتتذكروا، نفس الساين بس بدون ايش؟ بدون فاكتوريال. هاي واي تكعيب وهي واي ناقص. يلا مين بذكرني، مين بذكرني شو ماكلورين للساين؟ ساين اكس بس هون واي، شو بتحط؟ واي ناقص تكعيب على ثلاثة فيش فاكتوريال هون، زائد واي قوة خمسة على خمسة فيش فاكتوريال، ناقص واي قوة سبعة على سبعة فيش فاكتوريال إلى آخره. جاهز. وبعدها شو بتعمل هلا؟ يصير عندك ايش الجواب؟ limit as y goes to zero. طلع بتشطب هاي مع هاي ولا لا؟ بتشطب الواي هاي مع هاي وبتعكس اشارات كل اللي جوا، تنساش. شو بصير عندك؟ بصير عندك واي تكعيب على ثلاث، واي قوة خمسة على خمسة، واي قوة سبعة على سبعة الى اخره، اه كليات على واي تكعيب. فقسم كل حاجة على واي تكعيب، شو بيطلع الجواب؟ good. كله بيصفر ما عدا اول حد، شو بيطلع الجواب؟ خالص. شو رايكم باخر سؤال؟ تحلوه في البيت هاي لحالكم. لمن؟ من الاكس على اكس ناقص واحد لما اكس تقترب من واحد. بتعرفوا تحلوا هاي في البيت لحالكم؟ شو بدك تطلع هلا؟ بدك تطلع شو؟ مين بقول شو بدنا نطلع؟ بدنا نطلع تايلر عند الواحد. شو اسم الفانكشن اللي عندك؟ اكس. وبالتالي عندك اف اوف اكس بيساوي اكس لين الاكس. اف الاكس عندك شو؟ لين. هلا هون صعب تكتب الماكلورين او تايلر، صعب هون. فبدك تشتغل، بده شغل هذا السؤال، بس مش صعب. هاي لين الاكس. هلا اذا بتتذكروا الماكلورين شو بدك تروح تطلع؟ بدك تطلع الماكلورين وين هلا؟ عند الواحد. معناته طلع كيف هيك؟ هي عباره عن الليميت لما اكس تروح لواحد، هي المقام فيش فيه شغل، هي اكس ماكس واحد. هلا محل لين الاكس بتعمل التالي حسب الفورمولا. بدك تروح تطلع الصوره عند الواحد، بعدين اف برايم عند الواحد على واحد فاكتوريال في اكس ناقص واحد، بعدين اف دبل برايم عند الواحد على اثنين فاكتوريال في اكس ناقص واحد الكل تربيع الى اخره. متذكرين هيك الشغل؟ يلا هاي اف قدامك، مين بقول لي قديش الصوره عند الواحد؟ قديش اف الواحد اللي هي لين الواحد؟ صفر. فبطلع معك ايش؟ هاي الليمت لما اكس تقترب من واحد، فبطلع اول حد صفر زائد اف برايم. معناتها بعينك الله هلا بدك تطلع اف برايم، شو مشتقة لين الاكس؟ واحد على اكس. مشتق المشتق عوض في المشتق واحد، شو بيطلع؟ واحد فاكتوريال واحد، فبيطلع عندك اكس ناقص واحد. في حدا مش فاهم؟ قديم نطلع في تايلر عند الواحد. الحد اللي بعده بدك تطلع المشتقة الثانية، مين بقول لي شو المشتقة الثانية؟ سالب واحد على اكس تربيع، عوض الواحد شو بيطلع؟ سالب واحد. معناته بيطلع عندك ايش هون؟ سالب واحد على اثنين في اكس ناقص واحد الكل تربيع الى اخره. هلا كل حد بدك تقسمه على شو هلا؟ على اكس ناقص واحد. فشو بطلع معك بالنهايه؟ الليمت لما اكس تروح لواحد، هاي بتروح بضل عندك واحد ناقص نص في اكس ناقص واحد الى اخره. بس كل اللي الى اخره هلا بيصفروا لما تحط محل اكس واحد، صح ولا لا؟ فشو بطلع الجواب؟ واحد. في حدا مش فاهم؟ طب سؤال بسيط، السؤال بقول لك يوز ايش؟ السؤال بقول لك يوز سيريز، بس اذا بتفكر هيك للحظه انك ما تستعملش السيريز، طلع الواحد شو مشتق شو لين الواحد؟ زيرو وتحت زيرو، اشتق فوق وتحت معناته واحد على اكس على واحد، ولما تعوض محل اكس تساوي واحد، شو بيطلع الجواب؟ شو عشان تعرف حلك صح ولا لا؟
طيب الله يعافيك لحظة شوي اوكي شو احنا زمان مش شايفينكم يا جماعة مشتاقينكم كثير احنا كمان هلا تحكوا عن 10 دقائق ندردش مع بعض هيك نعطيكم أهمية شابتر 11 على الأقل طلعوا هيك يا جماعة شابتر 10 جاهز شابتر 10 من 10.1 ل 10.10 هلأ أنا بكيت حكيت لكم في الزمانات إنه بنشوف على اللابتوب على الكمبيوتر كيف الكونفيرجنس والدايفيرجنس لبعض الانفينيت سيريز طبعا أنا وعدتكم في هذا الإشي وأنا مشروع اللي حكيته هلأ إذا بس إذا حدا بحب يستعجل هذا الإشي بيقدر يجي عندي على المكتب عندي أو عند المساعدين تبعون الماجستير ترجم يا على اللابتوب انا at some point رح اجيب لكم يا ارض هون ان شاء الله في اقرب وقت كيف نعمل شيك على الكمبيوتر هو مش مطلوب منكم في الامتحان بس للي بحب الكمبيوتر واللي بحب يشوف البرمجة كيف تعرف الconvergence والdivergence للانفينيت سيريز كيف تطلع مجموعة اول 1000 حد في كبسة زر للانفينيت سيريز كانت converge او diverge هلا بدنا نروح على شابتر 11 طلع كيف عشان افرجيك شو اهمية شابتر 11 شابتر 11 اكتب معي هيك دردشة 11.1 اكتب parameterization شو معنى parameterization طلعوا كيف ركز معي تعرفوا انتو هاي x y is هاي y افرض افرض على اللوح جبنا جسيم اي شيء تخيل في عقلك جسيم حكينا له هذا الجسيم تحرك عشوائي على اللوح افرض الجسيم حطناه هون صار يتحرك طلع معي صار يتحرك الجسم صار يتحرك سبحان الله صار يتحرك الجسم تحرك هلا صنع كيرف على اللوح شو صنع كيرف سؤال هل هذا الكيرف اللي على اللوح فانكشن في شيء احتمال مش احتمال شفهي طلع على اللوح هل هذا فانكشن طلع هل هذا فانكشن طلع كم نقطة بقطع so this is not a function اسمه كيرف هذا الكيرف نسميه parametric curve شو اسمه parametric curve so الكيرف النقطة نسميها هاي النقطة مثلا اذا بدك عند x يساوي a لعند x من هون يساوي b so سمي الكيرف الكيرف c so الكيرف c في له اسم so the curve c is called في له اسم parametric curve تمام هلا parametric curve طلع الفترة اللي عندنا الفترة من وين لوين مثلا خلينا نعمل كالتالي so the interval AB is called parametric interval بس بحبش انا اعملها بحبش احطهم على الاكس واي لان هذول قيم لتي هاي الفتره طلع سمي هاي مثلا اكس 0 سمي هاي مثلا اكس مثلا ان هلا في الفتره هاي الانترفال
في عنا إشي اسمه داخل الانترفال البارامتريك انترفال في عنا إشي اسمه بارامتر انترفال بارامتر انترفال is t t شو بسميه البارامتر تبع الانترفال وعادة t وين بيكون ساكن جوا الفترة a b تمام ما لسه علاقة هناك قيم ل x وهون قيم ل y هلا طلع هاي عند أول نقطة عند أول نقطة هاي بتكون t تساوي a وعند آخر نقطة شو بتكون t تساوي يعني تخيل t كأنه time هو مش صح 100% تحكي عن t time لأنه ممكن t تأخذ سالب فهم بس إذا بتخيلها ولو للحظة إنه t time معناته في اللحظة t تساوي a أنت تقدر تحدد القيمة هاي اللي هي x0 تقدر تحدد x0 تقدر تحدد ايش كمان y0 مين بقول لي x0 شو هي هي اذا بدك الكيرف c تسميه مثلا function f اذا بدك الكيرف c تفكر فيه كأنه function of t معناته رح تطلع x0 عبارة عن شو خليك كالتالي خلينا نعمل كالتالي معلش خلي الكيرف سي سي سمي هاي اف عند الاي وسمي لي هاي مثلا ايش جي عند الاي هلا بفرجيك شو اف وشو جي وعند البي رح يطلع معك ايش يا عزيزي هون اكس عند الان مثلا وهي سنعملها واي هاي سميها xn اللي هي عبارة عن f عند الb وهاي سميها مثلا yn اللي هي عبارة عن g عند الb تمام؟ So شو هم g شو هم f؟ g طلع the function of the curve f of t tells us the values of x with the curve g of t tells us the value of y مين بقول لي شو بعديني في x y صح ضع قلم صح الجسيم عند اي نقطة صح الجسيم عند اي نقطة على الكيرف بقاطع مسافة على الx بقاطع مسافة على الy f و g نسميهم البارامتريك اكويشن عشان هيك بقدر اجي اكتب هون انه x هو عبارة عن f of t وبقدر اكتب y عبارة عن g of t هذول يا جماعة بسميهم parametric equation شو بسميهم؟ هذول بسميهم parametric equations شو بسمي x تساوي f of t و y تساوي g of t بسميهم parametric equation شو وظيفة البارامتريك اكويشن؟ بحكوا لك الجسيم كديش مقاطع مسافة على الاكس اكسس وكديش مقاطع مسافة على الواي اكسس وبالتالي بحدد اللوكيشن تبعه. كيف بدك تعرف اللوكيشن للجسيم على البلين؟ بدك نقطة لاكس ونقطة لواي. انا بحدد لك قيمة اكس اف وانا بحدد لك قيمة واي جي. اذا اف اوف تي تساوي اكس اند جي اوف تي تساوي واي نسميهم ايش؟ بارامتريك اكويشن. هلا نرجع للعنوان. شو العنوان؟ لما اعطيك جسيم واقول لك اعمل لي بارامترايزيشن له يعني طلع لي البارامتريك اكويشن طلع لي الانترفال هلا بالانترفال يا عزيزي اذا كانت الانترفال كلوز بقدر اعرف الانيشال بوينت زي هاي مين بقول لي هاي شو بسميها انيشال بوينت فهي الحاله الانيشال بوينت هي عباره عن ايش اف عند الاي وجي عند ايش الاي صح وبقدر اعرف ايش هاي اسمها initial point مين بقول لي هاي شو بسميها هاي بسميها terminal او final terminal point فهي الحالة بتكون ايش f عند ال b و g وين عند ال b بس اذا بكت ال interval of parameter طلع اذا بكت ال interval parametric interval او interval of parameter اذا بكت open there is no initial point there is no final point
إذا بكت half open حسب وين بتكون مغلقة بيكون في وحسب وإذا كان وإذا كانت open بيكون fish. إذا البارامتر interval إذا كانت مغلقة في عندي initial point وفي عندي terminal point. المحاضرة الجاي بعطيكم إشي more details. بعطيكم العافية.